سابقها متنقل، انت هو اللي كنت سباق في مدينه بركان. نعم. انت هو الاول في مدينه. نعم. بركان، واليوم كنت مربي، واول كوفي شوب في بركان كان طرف كوفي الداودي. اللهم بارك. واحد الفرحان نحس بيا فرنس فيان. ربي يبارك ان شاء الله ويسخر. اللهم امين. السلام عليكم الاخوان الاخوات، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان احنا كنتواجدوا عند السيد داودي محمد، صديق ديالنا، فتح واحد المقهى لاول مره في مدينه بركان، مقهى بهذا الشكل هذا. غادي نتعرفوا على المقهى وعلى السيد محمد. يلا يا رب ولاد بركات كيموشات سمعتنا تسبق هذه الاحتفالات الاخوان ديال الافتتاح ديال الكافي شوب السيد داودي في مدينه بركان، الموقع مرجان مدينه بركان وكليه. وهذه الطريق اللي غادي الاتجاه مدينه الناظور. الرومبوا الاولى اللي قبل الاكاديميه هي هنايا عند المسجد، والمقهى هي هنايا. اللهم بارك. اللهم بارك. الاخوان داودي هما هادو. اللهم بارك. السلام عليكم اصحاب المشروع، تبارك الله عليكم. اسيدي الله يسخر لكم. مرحبا. الله يا ودي، شي كلمه بمناسبه الافتتاح. شكرا اخويا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصلاه والسلام على رسول الله. الله والحمد لله بنعمه تتم الصالحات، ونشكر كاع الاخوان اللي حضروا معنا هنايا كامل ساكن، ومرحبا بالجميع. ودرنا هذا الكافي شوب، كافي شوب اول في مدينه بركان. الحمد لله ونشكر الله متفق مع عند الله سبحانه عز وجل. الحمد لله سبحانه عز وجل، اللهم لك الحمد. وغادي يكون هنا جميع انواع القهوه ان شاء الله، غادي يكون لك خير، غادي يكون لاتاي، غادي يكون موخيطو، غادي جميع القهوه غادي يكون ان شاء الله. ومرحبا بالجميع. والاخ هو السي محمد. السلام عليكم. تبارك الله عليك. عليكم اول حاجه الناس، مرحبا بالجميع، الناس كاملين اللي جاوا عندنا مرحبا بهم. وتنت اخويا سفيان مرحبا، شرف لينا جيتي عندنا. شرف ليا. الله يعطيكم الخير اخويا سفيان. وداك الشيء اللي قال الخواد راه نتمم عليه ان شاء الله. كوفي شوب ايوا انطلاقه ان شاء الله ديال القهوه، انطلاقه مباشره درك ان شاء الله. اللهم بارك. اللهم بارك. مقهى متنقل، انت هو اللي كنت سباق في مدينه بركان. نعم. انت هو الاول في مدينه. نعم. بركان، واليوم كنت مربي، واول كوفي شوب في بركان كان طرف كوفي الداودي. اللهم بارك. واحد الفرحان نحس بيا فرنس فيان. ربي يبارك ان شاء الله ويسخر. اللهم امين فرنس فيان. وكاع اللي جا عندنا مرحبا بك. لا سخر لا سخر. هذه المقهى الاخوان. اخويا محمد، قلنا المميزات ديال هذه القهوه عن باقي المقاهي الاخرين. كوفي شوب ما فيهاش الكراسه، ما كاينش الطوابل. كاين كيكون القهوه ما كتكونش وحده، كيكون جوج ثلاثه حتى لاربعه. وكيكون كتباع القهوه حب، كتباع القهوه مطحونه بالديور، نحنا ونبيعوها هنا.
وزايد زارو كيقولوا كاملين البيع ونخدموا بهم هنا في المحل، زائد القهوه البارده عندنا حتى انا الماكينه ديال لاكلاص، يعني كنت القهوه بارده هنايا، ناكل الموخيتو الكابوتشينو فرابوتشينو كابوتشينو ميلتشيك. ولا يوفقنا للخير ان شاء الله خويا السلام، مرحبا بكم ان شاء الله يسخر. اللهم امين سي سمير. جوج ثلاثه وي الدراري خذوا القهوه هيا هاي تجينا الاولى هيا تجينا داودي داودي دري دي بونشي تصاور راحتك ما كلش صافي I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.